من 14 سنة في 2005 أليكس تيو شاب من لندن عنده 21 سنة قدر يبقى مليونير. ازاي عمل كده؟ خلينا نعرف دلوقتي. الموضوع بدأ عند مشكلة أليكس تيو المادية لما كان عايز يدخل الجامعة وما كانش معاه فلوس عشان ينقل نفسه من مكان يروح يعيش جنب الجامعة أو في مكان قريب من الجامعة إنها كانت بعيدة، فكان عايز يروح يريح نفسه شوية ويقعد هناك وأكله وشربه وحياته هناك لمدة 4 سنين. فالموضوع كان صعب جدا، فكان محتاج فلوس كتير. هل أليكس سكت على الموضوع وقال لك خلاص مش هكمل تعليم؟ لا، أليكس فكر وقرر إنه لازم يتعلم، لازم إنه يقدر يجيب فلوس يكمل تعليمه بيها. طبعا ما اعتمدش على اي حد في العالم غير على نفسه هو بس. فقرر يعمل ايه؟ قرر يعمل موقع المليون بيكسل. يعني ايه موقع المليون بيكسل؟ وهل الفكره دي اصلا كانت موجوده قبلها؟ لا، الموقع ده والفكره دي من عند أليكس بس. أليكس بس في العالم كله اللي فكر اول شخص في الفكره دي، فعشان كده الموضوع كله معمول باسم أليكس تيو. هو اللي عمل موضوع المليون بيكسل اللي اتكرر 50,000 مرة بعدها وفشل، ما نجحش غير مرة واحدة، هي مرة أليكس تيو بس. وليه الموضوع ده نجح؟ عشان أليكس تيو عمل الموضوع ده عشان يجمع فلوس عشان يدخل الجامعة. يعني أليكس تيو جمع فلوس عشان يدخل الجامعة عشان يعمل هدف سامي بالنسبة له ان هو يكمل تعليم. يعني ايه موقع المليون بيكسل؟ هو عبارة عن موقع اتقسم لمليون بيكسل. موقع صفحة عادية جدا، صفحة واحدة بس اتقسم لمليون بيكسل، كل بيكسل ب1 دولار. قرر يبيع البيكسل الواحد ب1 دولار. البيكسل ده ازاي؟ مثلا قالك بدل ما بيع بيكسل ده مستحيل طبعا لانه صغير جدا، فقالك هبيع 10 في 10، يعني مربع كده ب100 بيكسل ب100 دولار. ده اقل حاجة ممكن تشتريها في الموقع بتاعه. طيب دلوقتي أليكس عمل الموقع بس ما باعش حاجه، مفيش اي حد اشترى اي حاجه، فقرر دلوقتي انه يلجا شويه للتسويق. اول حاجه أليكس عملها راح كلم اصدقائه واصحابه، قال لهم انا عملت الموقع ده وكذا كذا، وفهمهم الدنيا ماشيه ازاي، ان هو معهوش فلوس يدخل الجامعه، فيا ريت مساعده، يا ريت حتى لو مش هتشتروا حاجه في الموقع، يا ريت حتى انكم تبداوا تساعدوني في انكم تنشروا الخبر شويه وحد يشتري. ففعلا حصل، وفي 400 بيكسل اتباعوا من كذا صديق ليه، اشترى كل واحد 100 بيكسل تقريبا وباع 400 بيكسل، يعني بقى معايا 400 دولار في كام يوم. بعدها الخبر انتشر شويه شويه وبدا يبيع 200 بيكسل في 400 بيكسل في 100 بيكسل، كل يوم بقى بيبيع شويه، فالموضوع بقى بدا يمشي حبة. ولكن طبعا حصل مشكله كبيره وان الموضوع وقف، الناس خلاص ضيقت بقى ان احنا كل يوم نشتري منك يا عم أليكس، خلاص بقى انت ما فيش ورانا غيرك ولا ايه. فحصل ان الموقع وقف، مش وقف عن العمل ولكن ما عادش حد بيشتري لمده 2 3 4 اسبوع. فجاه الموضوع اتنقل لوسائل الاعلام، وسائل الاعلام يعني صحافه وتلفزيون، الموضوع اتنقل شويه وبقت فكره المليون بيكسل موجوده، وفعلا الناس اعترفت بالموضوع ده وفكره المليون بيكسل بقت موجوده واتنشرت في الصحافه والتلفزيون. ففي يوم 8 سبتمبر 2005 اتباع 2500 بيكسل مره واحده في يوم واحد، فدي كانت مفاجاه بالنسبه لأليكس ان هو باع 2500 دولار، بقى معايا 2500 دولار زائد اللي باعهم قبل كده في يوم واحد بس، اتباع 2500 بيكسل يوم 8 سبتمبر. طبعا الموضوع ما وقفش عند كده، طالما وسائل الاعلام استلمت يبقى في برامج كتير بقى خدت الموضوع، فبعدها باع 1900 بيكسل، بعدها باع 2000 بيكسل، بعدها باع باع باع، فضل الموضوع يمشي. وبعد اسبوعين بس أليكس باع 10000 بيكسل. انت متخيل الموضوع؟ اسبوعين بس اللي هم 15 يوم او 14 يوم أليكس باع 10000 بيكسل ب 10000 دولار. والموضوع ما وقفش لحد هنا، بعد 3 اسابيع بس أليكس قدر يبيع 37,000 بيكسل، يعني قدر يبقى معايا 37,000 دولار، ودول كانوا كافيين جدا ان هم يقعدوه جنب الجامعه بياكلوا وشربوا ودنيته كلها لمده 3 سنين، لمده 3 سنين يقدر انه يعمل ده كله. وحرفيا أليكس قبل اصلا ما يدخل الجامعه باع 110,000 بيكسل، يعني 110,000 دولار قبل اصلا ما يدخل الجامعه. وشهرة أليكس ما وقفتش لحد هنا، لا، أليكس فضل مكمل وفضلت شهرته مكملة وفضل الموضوع منتشر لمدة طويلة جدا لحد دلوقتي، الموضوع لسه موجود، حتى الموقع لسه موجود لحد دلوقتي، تقدر تخش تلاقي الرابط بتاعه في الوصف، ولكن يعني الموضوع ما وقفش لحد هنا. أليكس فضل مكمل وفضل عايز يبيع لحد ما يوصل للتارجت بتاعه، هو بيع 1,000,000 بيكسل والدخول لنادي المشاهير بقى والمليونيرات كلهم بقى خلاص. وفعلا أليكس بعد 38 يوم قدر يبيع 250,000 بيكسل، يعني بقى معاه 250,000 دولار في 38 يوم بس. بعد كده النقله الكبرى بقى اما جت لما في شركه كبيره، او يعني شركه كانت عايزه تشهر نفسها، معاها فلوس كتير بقى وعايزه تشهر نفسها، فدخلت عند أليكس وعملت اعلان عنده، فموقع الشركه دي قدر انه يتضاعف زواره 20 مره،
يتضاعف زواره 20 مرة بسبب إعلانه عند أليكس، وده خلى الموضوع ينتشر أكتر وأكتر، وقدر بقى أليكس إنه شركات كبيرة تعمل عنده إعلانات. الراجل بقى بيدخله مليون زائر فريد يوميا على موقعه، موقعه في العالم بقى ترتيبه 127. الموضوع خلاص موضوع كبر قوي من أليكس، لحد ما طبعا الموضوع طبعا بيبقى ليه أعداء. جاء واحد هاكر قام بعت له بتاع 100 مليون زائر تقريبا في يوم واحد، الموقع وقع بقى مش قادر انه يقوم تاني. بعد كده أليكس طبعا لما قوم موقع تاني وعايز يحمي نفسه، وعشان يعرفك مرة تانية ان هو دماغه دي دماغ مش طبيعية، راح اتعاقد مع الشركة تحميله موقعه، شركة تحميله موقعه من الهاكرز ومن الناس كلها عشان يقدر انه موقعه يكمل. وفعلا لحد النهاردة الموقع مكمل، ومقابل ده مقابل ان الشركة هتحط اعلان عنده في الموقع. وبعدين وصل أليكس للتارجت اللي هو عايزه، باع 999,000 بكسل. يعني خلاص أليكس استلوا 1,000 بكسل ويوصل للمليون دولار اللي هو عايزه. طب أليكس عمل ايه في اخر 1000؟ عمل موضوع بسيط جدا، باعهم على ايباي في مزايد. باع المليون، باع الالف بكسل الاخير ب38,000 دولار. 1,000 بكسل ب38,000 دولار، هم اصلا تمنهم 1,000 دولار، ولكن باعهم في مزاد على ايباي ب38,000 دولار. انت متخيل الموضوع؟ انا مش جاي ابهرك بأليكس ولا بالقصة، انا جاي اقولك انت متخيل الفكرة، الفكرة عاملة ازاي، الفكرة بدأت منين. انت مهما كانت الفكرة اللي في دماغك، ومهما كانت تافهة، ومهما كانت بسيطة، ومهما كانت محدش مصدقك، حاول تبدأ جرب. على فكرة أليكس عمل أكتر من 20 مشروع قبل الفكرة دي وكلهم فشلوا، ما عدا المشروع ده هو اللي وصله اللي بقى مليونير. أنت لو عايز تبقى غني، لو عايز ترتاح في حياتك، لو عايز أي حاجة، عايز تعمل أي حاجة في دماغك، هي بس إنك تبدأ. بس الفكرة كلها إنك تبدأ تعمل الحاجة دي، مش تفضل قاعد مكانك ما بتعملش أي حاجة، مش عايز تفكر أصلا إنك تبدأ في حاجة. لا، حاول تفكر وتبدا على طول في اللي انت عايز تعمله، مهما كان بقى بتتفرج عليه على اليوتيوب، بتتفرج على اي حد عايز يكسبك فلوس. حتى انت مثلا بتقول ان احنا بنفيدكش، او اي يوتيوبر بيحاول يكسبك فلوس او بيحاول يعرفك حاجات تكسب منها فلوس، يقول لك طب ما كان نفع نفسه يا عم، هو يعني هيشتغلنا مش عارف ايه. طب ما انت يعني هو مش غلطان ان هو بيحاول يفيدك، ده الغلط منك، الغلط انت مش قادر تفكر، انت مش قادر تخرج بره الصندوق نهائيا. الراجل بس فكر لمده 5 دقايق، جات له فكره عبقريه فبقى مليونير منها، بس ما بقاش يوتيوبر ولا بقى اي حاجة، هو بس فكر فكرة عبقرية. انت ممكن تكون في دماغك فكرة عبقرية انت لحد دلوقتي مش قادر تنفذها عشان انت مكسل تنفذها. ايه اللي انت استفدته من الموضوع ده؟ اول حاجة ان الانترنت مليان حاجات مجنونة كتير انت لسه ما اتعملتش. اشهر قنوات اليوتيوب حاليا هي القنوات المجنونة، القنوات اللي بتكسر مش عارف ايه، القنوات اللي بتفرم حاجات، القنوات اللي بتولع مش عارف 1000 درجة حرارة، الحاجات دي كلها، دي الحاجات المجنونة دي اكتر حاجات مشهورة على اليوتيوب، وانتوا عارفين كده كويس. القنوات اللي معدية المليون والعشرة مليون هي القنوات دي، الجيمرز المجنونين المتخلفين هم اللي معديين العشرة مليون برضو، الناس دي هي اللي بتعدي يا جدعان، الافكار المجنونة هي اللي بتعدي، غير كده لا. تاني حاجة وده اللي انا حابب اوجهه لك، لو عندك اي فكرة مهما كانت تافهة مهما كانت بسيطة ابدأ اعملها، وحتى لو فشلت ابدأ فكر في فكرة تانية واعملها، ولو فشلت فكر في فكرة تالتة واعملها، ولو فشلت لحد المليون فكرة، وهتنجح في مرة اكيد اكيد هتنجح في مرة. بس كده، مش حابب اطول اكتر من كده. ولو عجبتكم النوع ده من الحلقات يا ريت تعملوا لايك للفيديو، ونوصل الفيديو ل 500 لايك يعني بالله عليكم، نوصل الفيديو ل 500 لايك. ولو عجبكم يعني النوع ده من الحلقات فعرفوني في الكومنتات تحت، وبس كده. شكرا جدا لكم على مشاهده الفيديو للاخر، وحاول تشاركوا مع الناس بقى الفيديو ده، يمكن الفيديو ده يفيد ناس كتير مش فاهمه الموضوع قوي عايز تبدا. اعمل شير للفيديو ان شاء الله يفيد حد تاني. بس شكرا جدا لك مره ثانيه، انت شفت الفيديو للاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.